ايه اكتر خمس حاجات بتحبها؟ المحل ولعب كوره وبلاي ستيشن وعيلتي والاكل. يا كيم اهم حاجه والاكل. بحب موتوسيكلات وعجل واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا وترابيزات بلياردو وبنج وعيالي وجوزي. ولادك دول ملايكه يا باشا. ملايكه ايه يا رضا؟ والسوشيال ميديا. قعدتي من غير نت خلت عقلي يسح وشت. حاجه بحبها امي. الست دي امي هي انا طول عمرها. وبحب شغلي جدا وبحب القهوه تمام واخواتي. انا اكتر حاجه بحبها اكتر حاجه ان انا اشتغل بس هي حاجه واحده. حلو بس كده. بس كده مفيش حاجه تانية خالص انك تشتغل. لا. حياتك كلها بشغل شغل. لا يا اخي حرام عليك بقى. هتفضل تحب الفلوس لغايه امتى؟ ما كفايه بقى لعبه البتاع الزرقاء اللي انت ماسكاها لي دي. انا احسدكم على ايه؟ ده انتوا اغلى جهاز عندكم الخلاط. القهوه وليتش ده والجيم احيانا والكوره وايه تاني؟ نحكي لها اربعه صح؟ وانا عربيات ماشي شغال. عربيات؟ وقتك يعني؟ لا بحبها بس مش شويه. طب عندك هوايه معينه؟ لا مش بلعب ببجي. دي هوايتك؟ انا نزيهة قوي يا ماما.